بمن يمكننا تشبيه رواد الأعمال؟ أنتم كرائدات أعمال، كيف تعتبروا حالكم عم تشتغلوا بالنسبة للمجتمع اللي حواليكم؟ يقال أو يعتبر رواد الأعمال أبطال، مثل ما شايفين قدامكم بالصورة، شايفين صور أبطال مغامرين، صحيح سوسن مغامرين جدا جدا، لأنه بيعملوا أشياء يمكن ما حدا غيرهم عنده الشجاعة إنه يعملها. فإذا هن أبطال، ولماذا يعتبرون أبطال؟ أول شغلة، وهي شغلة كتير مهمة، لأنه بيحلوا أو بيعالجوا المشاكل الصعبة. فإذا مثل ما بتشوفوا أو مثل ما بنشوف حوالينا، أنه دايماً كل شيء مشكلة انحلت مش لأنه حدا كان صار له يمكن 20 أو 30 سنة شغلة عم شركة عم تشتغل وعم بتحل مشاكل، لا، هي الشركة بتكبر من ورا ما لقوا مشكل وحلوا ولقوا الحل له. يعني حيالله بزنس أو حيالله عمل ابتدأ من فكرة شخص وبعدين كبير. حتى الشركات اللي هلا عمرها 100 و200 سنه والى اخره بدات من فكره شخص واحد ضلوا يشتغل عليها ويكبرها ويطورها لانه صارت هلا شركه كبيره. فاذا رواد الاعمال هم ابطال لانه بيعالجوا مشاكل صعبه، لانه بيطلعوا بافكار جديده، لانه بيطلعوا حواليهم بيشوفوا شو في مشاكل، بيشوفوا كيف يحلوا هدول المشاكل، وهيك من هون بتنمى أفكار الأعمال، ومن هون بينمى الأعمال. تاني شغلة بيعملوها واللي هي كمان كتير مهمة، يخلقون فرص العمل. أكيد أنا وأنتو وكل رواد الأعمال اللي بنعرفهم، أوكي، هن العالم اللي عم يخلقوا فرص العمل. إذا نطلع هلأ بالعالم بأي بلد، نطلع وين أكثر شيء العالم عم تتوظف؟ عم تتوظف بالشركات الصغيرة اللي شوي شوي عم تقلع وشوي شوي عم تكبر، لأنه الشركة الكبيرة هي كبيرة، يعني منا بحاجة لفرص عمل أو لتوظف عالم بكمية كبيرة. هي شركات كبيرة يمكن بفلوا عندها موظف بيجي موظف غيره وإلى آخره. إذا نطلع على مجال التعليم كمان، يعني ماكسيموم بيكون عندنا معلم او معلمتين ولا او اللي هن موجودين، هن كمان عم بيعلموا. فاذا وين ما بنطلع بحيالة مهنة، بدولة، بالشركات القطاع المصرفي والى اخره، بتشوفوا انه من 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 ناحية خلق فرص العمل كتير في محدود الـ opportunity أو الفرصة، أوكي؟ فإذا هالعالم اللي عم تتخرج، وين بدها تروح تشتغل؟ بدها تشتغل بمحل جديد صغير ومعقولة تكبر معه مع الوقت. فإذا هول هن رواد الأعمال اللي هن بشكله، يمكن يمكن كرواد أعمال أو يمكن كشركات صغيرة بعد الشيء مقلعة، بشكله 80-90% من الشركات أو من الأعمال بالعالم، وهن اللي بيخلقوا فرص العمل للعالم تنضم لهم وشوي شوي يكبروا معهم. رواد الأعمال كمان كتير مهمة، هن دائما متفائلون، وهيدا شغلة أنتو أكيد أنا أكيد أنه أنتو كسيدات رائدات للأعمال تعرفوا عن شو عم بحكي، لأنه منا هين الواحد يكون رائد أعمال، منا هينة أبداً حداً يجي يقول أنه أنا بدي أترك كل شيء وراي، كل شيء أنا يمكن جربت أبني بهالسنين، يمكن أنا بدي أشتغل، كنت أشتغل بشركة كبيرة، أقبض معاش آخر الشهر، عندي ضمان صحي، بقدر سافر يمكن كل سنة مرتين ثلاثة وإلى آخره، بيجي بترك كل هدول وراي وبيجي بقول لا، أنا بدي أعمل شيء تقدر غير العالم اللي أنا موجودة فيه، غيره أكيد على نطاقي بس، ولكن أعمل هالتغيير اللي أنا حتى قادر، أنا أكون قادرة أنه أعمل هالتغيير. لازم دائما أكون متفائلة، ما في أنا إذا وضع البلد يمكن شوي صار تعيس إجي أنا بطل متفائلة وأحمل حالي وفل، ما فينا. يعني هي الفكرة، فكرة رواد الأعمال هي أنه ما بيستسلموا. فإذا لازمهم عايزين هالتفاؤل دائما لحتى يقدروا يكفوا حتى لو إجا مشاكل ومصاعب. سوسن معك حق، ولكن هلأ رح نوصل لمحل. أوكي، سوسن عم تسألني لماذا صور رواد الأعمال غربيين؟
معك حق، ولكن هلأ بعد شوي رح نشوف رواد أعمال عربية. بعدين رواد الأعمال لا يدعون شيئا يعترض طريقهم، أكيد وأنتم بتعرفوا هذا الشيء، وكل ما نلاقي مشكلة بنجرب إنه نحلها ونكفي بطريقنا، وبنرجع رح نلاقي مشكلة تانية بنحلها وبنكفي بطريقنا إلى آخره، إلى أنه نوصل على الشيء اللي بدنا إياه. مع أنه برجع بقول إنه أوقات كثير رح نواجه مشاكل، ومشاكل كثير كبيرة أوقات، وهلأ كمان رح نحكي شوي أكثر عنها، ولكن هيدي المشاكل ما بتخلينا نحن نستسلم للأمر الواقع وننسى الفكرة اللي بدنا نحلها أو المشكلة اللي بدنا نحلها. هذا قول كثير حلو، وكثير بيشبه، يعني كثير هو مزبوط بالنسبة لريادة الأعمال، اللي هي بتقول ريادة الأعمال هو مثل القفز من الهاوية ومن ثم محاولة لتجميع طائرة على الطريق إلى الأسفل. فإذا أي نعم، ريادة الأعمال هي عكس، يمكن عكس الشركة اللي هي أوريدي موجودة واللي عم تشتغل واللي عم تنتج، اللي هي كأنها طيارة متقدمة جدا وفيها كل التكنولوجيا ونحن قاعدين عليها لهالطيارة ومرتاحين بقعدتنا. ريادة الأعمال هي العكس، هي أنه أنا كب حالي وأنا ونازلة أنا أو هابطة فكر كيف بدي جمع السيارة لحتى أقدر أرجع ألاقيها من أول وجديد. فإذا هيدي هي ريادة الأعمال. هلا إذا نطلع شوي على الأنواع المختلفة لرواد الأعمال، عندنا أول شيء اللي هو بنسميه نحن رائد الأعمال، اللي هو بيشتغل على ابتكار لشيء، لمنتج أو لخدمة حلوين أو رائعين، والعالم بيلاقوه قيم. شو يعني العالم بيلاقوه قيم؟ يعني العالم مستعدين إنه يدفعوا أموال مقابل هذا المنتج أو هذه الخدمة. فإذا هذا هو رائد الأعمال اللي كمان بنشوفه أكيد حوالينا، إن كان مارك زوكربيرج تبع فيسبوك ولا إن كان مين ما كان يكون، هو الشخص اللي بيقدر يبتكر طريقة جديدة بالعمل أو منتج جديد أو خدمة جديدة لحتى، وكمان مهم إنه العالم يكونوا مستعدين ويدفعوا حقها لهذه الخدمة. هلا رائد الأعمال الاجتماعي اللي هو ثاني واحد هون، ما بيفكر بالمردود أو المدخول المالي أو المادي قد ما بيفكر بالمشكلة الاجتماعية اللي عم بيحلها. فإذا رائد الأعمال الاجتماعي بيطلع أكثر على البيئة، بيطلع أكثر على التعليم، بيطلع أكثر على الأطفال، بيطلع أكثر على النساء، وبيجرب إنه يحل مشكلة اجتماعية. فإذا بيجي هذا الرائد الأعمال وبيعمل تنقول حل لاستعمال الإطارات بطريقة، الإطارات اللي ما بقى عايزينها المعمولة من كاوتشوك، يرجع يستعملها بطريقة مبتكرة ويرجع يقدر يبيعها لحتى ما تروح بالبيئة وتنزع البيئة. هذا الرائد الأعمال أكيد بيكون بالنهاية حتى يقدر يعمل، يقدر يكفي بالشغل اللي عم يعمله، لازم إنه يطلع مصاري، ولكن هدفه الأساسي منه الأموال، هدفه الأساسي هو هالتأثير اللي عم يعمله هو على المجتمع أو على العالم. فإذا بالنسبة للفرق بين رائد الأعمال العادي ورائد الأعمال الاجتماعي، رائد الأعمال بيطلع أكثر، كمان بيطلع على الأموال بطريقة أهم لأنه بالنسبة له بده يكبر هذا العمل اللي هو عم يعمله. رائد الأعمال الاجتماعي بيطلع أكثر على الإمباكت أو التأثير اللي عنده إيه واللي عنده إيه شغله على المجتمع والعالم ككل. واخيرا عندنا رائد الاعمال داخل الشركه. ما تفكروا انه اذا انا موظفه بشركه، انا او انتو او حيال لحدا، يعني نحن منا رواد اعمال. نحن فينا نكون رواد اعمال حتى لو كنا عم نشتغل بشركه، لانه فينا نحن نقوم بابتكارات عده داخل الشركه، ان كان عم نعمل منتج جديد او عم نعمل طريقه انتاج جديده او عم نعمل حل جديد لحيالها مشكله. هذا الشيء بيخلينا نصير نحن رواد أعمال داخل الشركة اللي بنعمل عندها. هلا السؤال هو السؤال سهل، يمكن الجواب صعب.
هل ريادة الأعمال سهلة أم صعبة؟ ماريان عم تقول صعبة، هديل عم تقول حسب تجربتي هي صعبة، أسماء عم تقول هي السهل الممتنع، صعبة الطريق صعبة تستحق المحاولة. معكم حق، تجربتي أنا كمان هي كتير صعبة، كتير صعبة لأنه بنوصل لمحل في عنا كتير مشاكل وأوقات كتير صعب إنه نحلها. ما تنسوا إنه رائد الأعمال، صحيح ماريان محتاجة للإلهام، رائد الأعمال عادة بيكون كتير أوقات عم يشتغل لوحده، ما عنده إذا بدكم المواهب أو الطاقة اللي عندها إياها شركة عندها كذا موظف وعارفة حالها صار لها كذا سنة عم تشتغل، تعرف وين الغلط تعرف وين الصح إلى آخره. رائد الأعمال هو عم بجرب بإيده، ما بيعرف بعد شو الصح وشو الغلط، هو اللي عم بجرب وهو اللي عم ينجح وهو اللي عم يفشل وقت بيعمل شيء غلط. فإذا ريادة الأعمال صعبة جداً، وإذا بنشوف هون هذول الرقمين اللي عم نشوفهم قدامنا على الشاشة 75 و5، هل حدا بيعرف شو هن هذول الأرقام؟ من الأعمال تفشل في السنوات الأولى 75، صحيح؟ مظبوط سوسن، هذه هي الإجابة. عندكم 75 من المشاريع، 75% من المشاريع تفشل في السنوات الخمس الأولى. يعني تخيلوا أنتم أنه في بس 25% منا أو من رواد الأعمال معقول ينجحوا بأول 5 سنين والباقي كله رح يفشل. فإذا إيه، في كتير تحديات عنا إياها لازم إنه نعرف نتعامل معها، في كتير مشاكل وفي نقص خبرات إن كان حوالينا أو يمكن أوقات منا نحن. يعني مثلا تعطيكم فكرة، يمكن أنا كرائدة أعمال كتير شاطرة بإنه بالعمل اللي أنا بعمله اللي هو مثلا تنقول التكنولوجيا والمواقع التواصل الإلكتروني الاجتماعي، فأنا هذا الشيء بعرف كثير منيح أعمله. فبجي أنا بفتح شركة وبقول أوكي أنا هذا الشيء هو الشيء اللي حابة أعمله، بعدين بكتشف إنه أنا كل شيء المحاسبة تبع شركتي أنا ما بعرف أعمله وما عندي محاسب وما عندي ما بعرف مع مين بدي احكي لحتى اقدر احكي مع محاسب. بكتشف انه انا ما عندي محامي حدي، ما بعرف محامي، كمان بدي اقعد انا نبش على محامي، كمان انا بدي اقعد اول موظف بدي اوظفه انا بهذه الشركه بدي افكر انا بدي اجيب هل بطلعه هو دائما انا عم بعمل كل الاشياء اللي حوالي. اكيد مع الوقت بتصير اهون، اكيد انا اول مره بجيب المحاسب خلص جبته للمحاسب، اول مره بتصل بالمحامي خلص صار المحامي موجود، ولكن المبادره دائما وباول فتره رح تكون على رائد الاعمال. فاذا لان المبادره عليه هو بالذات بكل شيء تقريبا من الصعب جدا انه يقدر يكفي، وخصوصا انه اول شيء رح يكون لوحده. مظبوط هديل، هيدي الشغلة هي اللي بتعطيك الثقة بنفسك لأنه بتتعلمي من إيدك. يعني في كتير أشياء بتتعلميها من إيدك وفي كتير أشياء أو تتصيري تعمليها بتصيري خلص تصيري تعرفي تعمليها، وهيدي أكيد بتزيدك ثقة بنفسك وبتصيري تعرفي بتصيري تعرفي المرة الجاية شو هو الشيء الصح اللي لازم تعمليه وشو هو الشيء اللي ما لازم تعمليه لازم تتفاديه. أوكي سوسن، أنا النصيحة اللي بعطيكم إياها هو إنه هو صحيح إنه كل حدا منا أكثر شيء بيعرف هو الشخص اللي أكثر شيء بيعرف بيشوف فكرته وشو هي الفكرة اللي بيطبقها. فأكيد أنت ما حدا رح يعرف أكثر منك بهذه الفكرة، ولكن لازم توصل لوقت تطلب المساعدة، يمكن مساعدة من زوجك، مساعدة من أهلك، مساعدة من أصدقائك، تيقدروا مش ضروري هم يساعدوك بطريقة مباشرة، ولكن إذا هن بيعرفوا ناس يقدروا يساعدوك، إذا هن بيعرفوا محاسب ولا محامي ولا زبون ولا إلى آخره، إنه تقدري تستعيني فيهم لهدول العالم القراب منك، لأنه هدول العالم رح يشيلوا حمل عنك أنت أصلاً حتى أنت ما كنت مفكرة فيه، بس هو كتير كتير مهم وكتير موجود. يعني مثلا يمكن يعطوك كونتاكت او يوصلوك بعالم يقدروا يساعدوك، هذا الشيء بيوفر عليك انه انت تصير تنفش عليهم لهدول العالم.
مزبوط، هدي كرواد أعمال نحن محتاجين ثقة لتكسب الشركات بحد أكيد، لأنه وقت بيشوفوا الشركات إنه أنت عندك ثقة بنفسك، وقت بيشوفوا إنه أنت عرفت تقلعي منك لوحدك، إذا بيشوفوا إنه أنت مع كل المصاعب اللي واجهتيها بعدك مكفية، أكيد هذا الشيء رح يخليهم إنه رح تكتسبي أنت احترام هذه الشركات، ورح يصيروا ياخذوا بعين الاعتبار أكثر إنه هن عم يشتغلوا معك. صحيح صوتا. كمان اذا بتطلب من الناس اللي مقربين لك انه يساعدوك، كمان ما بتتحملي مصاريف زياده، وخاصه في البدايه. مزبوط، بالبدايه قد ما فينا بدنا انه ما نحط مصاريف، لانه ما نكون بعد مش عارفين اذا فكرتنا رح تمشي ولا ما رح تمشي، ولازم نغير فيها اشياء لحتى تمشي بطريقه احسن. مشروع بدون فريق، هدير عم تقول لي مشروع بدون فريق او شخص يشارك خياراتك عم صعبه. مظبوط صح هدير، لانه دائما لازم دائما نعرف انه الراس المفكر ايه، دائما انه راسين او ثلاثه رؤوس او اكثر مفكرين اهم بكثير من راس واحد. ودائما انا او انت بتجي انت بتشوف الاشياء من منظارك انت، بس وقت بيجي حدا وبيعطيك هو رايه بالموضوع، رأيين اوقات يمكن بيودوا لنتيجة غير، او يمكن هذا الشخص بيفرجيك الشيء انت ما كنت شايفتيه، بيفرجيك مشكلة او حل لمشكلة انت ما كنت شايفتيها. فأكيد دايما رأي شخصين او اكثر اهي شخص واحد، حتى لو انت بتعرفي اكثر شيء عن شغلك، حتى لو انت بتعرفي اكثر شيء عن شركتك، كثير من المهم انه تتشاركي مع حدا بافكارك لحتى تتأكدي انه هل حدا قدر يساعدك، ولو انه بس عم يعطيك رايه بالاشياء او عم بيشوفه من منظاره هو. فاذا تنكفي بشيء اللي بنشوفه نحن كل يوم كرواد اعمال، اول شيء عندكم واكيد هيدا يعني اول شيء ويمكن الكل اللي عم اياه، اللي هي التحديات الماليه. التحديات الماليه اول شيء انتم بعد ما بتعرفوا إذا المشروع تبعكم رح ينتج أموال ولا لا، إذا نتج أموال بعد قديش رح ينتج أموال، وكمان أهم من هيك هو إنه هو يمكن عم ينتج أموال بس عندكم مصاريف صح؟ فإذا هل أنتم عم تقدروا تعملوا أرباح؟ ودائما عندكم إنه أنا طيب أوكي عندي فكرة مكلفتني هالقد حتى أقلع، من وين بدي أجيب المصاري؟ في عندنا هذا السؤال، إنه أنا عندي فكرة بعرف إنه رح تطلع لي مصاري، بعرف انه رح تخليني اربح، وبعرف انه بقدر كبرها، بس اقدر اقلعها لهالفكره عايزه اموال، عايزه انه حدا يجي ويعمل انفستمنت معي. فهيدا اول تحدي بنشوفه اللي هو التحديات الماليه، دائما انه كيف نحن بدنا نعمل لحتى ندبر الاموال تنقلع فكرتنا. تاني شغله هي التحديات على مستوى الفريق. ما التحديات على مستوى الفريق كثير خاصه بكل شيء كنت عم بحكي قبل، اللي هو انه انتم اول شيء بتبلشوا لوحدكم، بتبلشوا ما بتبلشوا دغري كفريق، بتبلشوا انتم، بعدين يمكن بتزيدوا شخص، بعدين بتصير يزيد شخص، وشوي شوي بتصيروا تزيدوا كذا شخص، او حتى يمكن انتم تبلشوا اول شيء مش لوحدكم، يمكن تبلشوا انتم وعندكم سوري عندكم بارتنر بالشركه. بس كمان هيدا ما بيعني انه انتم صار عندكم الفريق كامل ومتكامل، وانتم اول شيء لازم ما فيكم تجيبوا من الاول ناس متخصصين باشياء محدده وما بيقدروا يعملوا شيء ثاني، لانه انتم بالاول عايزين اكثر عالم بتعرف تعمل كذا شغله من عالم بتعرف تعمل شغله واحده. فمنشان هيك عايزين انه تجيبوا ناس يقدروا يعملوا لكم مثلا يمكن يعملوا لكم المحاسبه والريسورس ايمان والهيومن ريسورسز، كل شيء خاصه بشؤون الموظفين والى اخره. فيمكن عايزين حدا يعمل لكم كل هدول بذات الوقت، اذا تلاقوا هذا الحدا اللي رح يعمل لكم كل هدول بذات الوقت منا شيء هين. اوكي رح اشرح لك سوسن. صحيح هي بيقولوا لك انه المرتبه الاخيره بنماذج الاعمال هي التحديات الماليه، ومعك حق انه هي اول شغله بتطلع عليها وقت بدك تقلعي الشغل، بس هن ما بيعطوك اياها بالاخر بنموذج العمل لانه هي منا مهمه، لانه هي اخر شيء اهميتها، لا هي وقت انت عم تعملي بزنس بلان او نموذج عمل او البزنس موديل، اوكي انت عم بتحطي كل شيء عندك موجود
وكيف وصلت هذا الشيء، كيف وصلك لهدول الأرقام اللي أنت حاططيها بالنسبة للأموال اللي عايزتيها. فإذا هي منا فكرة إنه هن لأنه المحطوطين آخر شيء، يعني هن آخر أهم، منهم مهمين أبدا، بالعكس هن أهم شيء، لأنه أنت إذا بتعمل نموذج عمل، أنت عم تعمل نموذج العمل لحتى تجيب ناس يستثمروا معك، تجيب مستثمرين، انت ما عم بتجيب ناس لحتى يعملوا لك ما بعرف شيء تاني، لا انت عم تجيب ناس، انت عم تعمل نموذج العمل لحتى تدبري مستثمرين. فاذا هيدي اهم شغله بنموذج العمل، العمل اللي عندك، ولكن تعملي كل شيء قبله لحتى تقدري توصلي انه اوكي انا قنعتك بفكرتي، هلا بدي منك الاموال، وهيدي الاموال انا حاطتهم على اساس هيدي الفكره اللي هي هون قدامي. بالنسبة للأوت سورسينج سوسن، هلا رح نحكي عنها أكثر بعدين، رح أفسر لك شو هي الأوت سورسينج. ماريان عم تقول لي أنا شايفة تحديات على مستوى الفريق ممكن تبوظ المشروع أساسا. أكيد أكيد، أصلا كثير بتصير، وما بتصير بس على مستوى رواد ريادة الأعمال، بتصير حتى على مستوى شركات كثير كبيرة، بيكون فجأة بيكون في عندك عاملين أو أكثر أو فريق من العمل، اوكي، وفجاه ببطلوا يتفقوا على لمين الشركه او كيف هن او شو حساسهم بالشركه، او يمكن كل واحد منهم عنده رؤيه معينه للشركه وبتفرض الشركه. مزبوط. ماريان عم تقول لي انا عندي مشكله في القدره على اقناع الناس وتحميسهم لتبني افكاري. ماريان اعطيني شويه وقت تخلص هيدي الفقره وبرجع نحكي شوي اكثر بهذا الموضوع. هدي الإقناع المستثمر بما يعتمد على الأموال بالدرجة الأولى، ما بيعتمد على الأموال بالدرجة الأولى المستثمر، إذا هدي صح مظبوط، هو بس كمان هدي بتعرف إنه المستثمر أوكي حتى لو اقتنع بفكرتك، وإذا فكرتك بتساوي كتير من الأموال ما حيجي يعمل معك investment، يعني بالنهاية لازم يكون الرقم اللي عم تطلبيه معقول بالنسبة للفكرة اللي عندك إياها، بس حتى تقدر توصل لهذا الرقم اللي انت عم تطلبيه لازم تقدر تقنعي بالفكره قبل، اوكي، ولازم يكون الفكره والرقم بيشبهوا بعضهم. يعني انا ما في اجي اقول انا بدي اعمل ما بعرف يمكن مكان على الـ على الـ على الانترنت لحتى اقدر لحتى العالم يقدروا يحكوا مع بعضهم، اوكي، واجي اقول انا بدي 3 ملايين دولار تعمل هذا الشيء، وطب يكون انا ما عندي متجر ولا عندي محل ولا عندي يعني في اشياء ولا عندي سفر ولا عندي الى اخره. فاذا في اشياء ما بقدر انا بررها للمستثمر تبعي، منشان هيك انا حسب شو هي الفكره لازم تكون الاموال تشبه هذه الفكره. سوسن مظبوط، إقناع المستثمر يعتمد على فترة الاسترداد والعائد على الاستثمار، مظبوط، بس مش هيدا بس هي، يعني ما حيجي لعندك مستثمر ويقول لك أوكي أنا ما بدي أعرف شو فكرتك، أعطينا الأرقام وأنا قديش بدي كان يحط وقديش بدي كان بعد قديش وقت أحتلعهم، بلا ما يعرف هو بشو عم يفوت حل. يمكن أنت تجي تعطيه أنت فكرة بتطلع له بترجع له أمواله بعد شهرين، ولكن يمكن حدا يعطيه فكرة غير لائقة أو غير أثيكل، أوكي، يطلع هو مصرياته بكتير بسرعة بس ما بتتماشى مع الأفكار اللي هو عنده إياها. فإذا في هي بالنهاية هي ميكس أو كومبينيشن لكذا شغلة، هي أكيد الرقم اللي مطلوب منه ده يستثمره، بعد قديش وقت رح يرده لهذا الرقم، وبعد قديش وقت رح يصير يربح، بس كمان إذا الفكرة وإذا الفكرة هو بيعتبرها بتتماشى مع استراتيجيته هو بالاستثمار. هلأ التحديات على مستوى السوق، أكيد هيدا كلنا بنعرفها وكلنا بنعرفها كتير منيح، لأنه في شيء كتير كبير موجود بالسوق اللي هو المنافسة. نحن صحيح إنه منبتكر على كذا نطاق وعم نعمل اشياء جديده، ولكن دائما ما تنسوا انه اول شيء نحن قبل ما نجي ونقدم فكره كانت هالعالم عم تستعمل فكره تانية غير فكرتنا، مزبوط. فاذا انا عم بجي عم بقنع العالم بفكرتي، ولكن عندي منافسه كتير كبيره من غير عالم ان كان قبل بالسوق او عالم كمان جديد رواد اعمال يمكن عندهم غير طريقه لحتى يعملوا الشغل اللي انا عم بعمله.
وأخيرا التحديات الاجتماعية، أنتم أكيد بتعرفوا كثير منيح شو هي التحديات الاجتماعية اللي عندنا إياها، إن كان على نطاق البلد وشو بيعطي البلد للمجتمع تبعه، أو على نطاق المجتمع بالذات وقديش هالمجتمع مستعد إنه يشجعكم أنتم كرواد أعمال. أكيد سوسن المنافسة ليست سيئة، هي ما في حدا، ما في ولا واحد من هدول التحدي هو التحدي سيء، لكنه تحدي، هو شيء صعب، بتعطيك قوة وبتعطيك إصرار أكيد، أوكي، بس هذا شيء صعب. أنا ما أنا انتبهي، ما أقول أنا إنه هدول التحديات هن أشياء سيئة، بالعكس، هي أشياء بتخليك أنت تكفي وتثابري أكثر، ولكنها موجودة وبتصعب لك مهنتك، ما بتسهل لك إياها. وبما انك عم بتقولي لي هيك، رح اقول لك انا هذا السؤال، هل تتوقعين ان توقعك هذه التحديات؟ لا، لانه انت تعتبري انه تعطيكي قوه هذه التحديات، فاذا انت تعتبري انه هذه التحديات لن تردعكي، وبالعكس انت رح تكفي بالشغل اللي عم تعمليه، ورح تطلعي بعد اقوى واحسن بكل شيء عم تقدميه. فإذا هون توماس أديسون بيقول لنا جملة كتير حلوة، اللي هي أنا لم أفشل بل وجدت 10,000 طريقة غير ناجحة. فإذا كتير حلو كيف الواحد أوقات بيقدر يشوف الفشل، أو كيف بيقدر يشوف مفهومه للفشل، إنه هو توماس أديسون ما اعتبر حاله إنه فشل بال10,000 مرة اللي ما قدر يلاقي فيهم الضوء، اللمبة كيف بتضوي، ولكن نهار اللي لقى كيف اللمبة بتضوي اعتبر حاله نجح. بس بكل هالفترة اللي هو كان عم يجرب وعم يجرب وعم يجرب وما عم يمشي الحال معه، ما اعتبر حاله فشل، اعتبر انه لقى طرق غير ناجحة، يمكن تكون ناجحة لغير شيء، بانه يمكن يجرب يضوي اللمبة ما قدرت تنجح معه. هلا بالنسبة ل صحيح سوسن، الفشل يقدمني خطوة للأمام على طريق النجاح 100%، وإن شاء الله يا ريت الكل بيفكروا مثلك بصراحة، ومثل هديل ومثل ماريان ومثل كل اللي عم شوفهم هون، لأنه هذا هو التفكير الصحيح بريادة الأعمال. تفكير في كثير عالم بتفكر إنه أوكي يلا أنا بعطيها 6 أشهر بجرب أعمل شيء، ولا بعطيها سنة، ما في وقت محدد لحتى أنا قديش بدي أعطيها لفكرتي، فكرتي رح تضلها إذا أنا مقتنعة فيها بدي ضلني أشتغل عليها لحتى تنجح. فإذا ريادة الأعمال كلنا نعرف إنه ليست سحرا، مش إنه في حدا تزبط معه وحدا ما بتزبط معه، مع إنه عم يعملوا تقريبا ذات الأشياء، وليست غامضة، منا شيء ما بعرف شو هو، غير ملموس وهيك بس قليل العالم اللي بيعرفوا عن شو عم نحكي، ولا علاقة له بالعوامل الوراثية، منه شيء أنا بورته، مش إنه أنا مثلا لازم يكونوا بي وأمي رواد أعمال لحتى أنا أصير رائدة أعمال، أكيد لا. فإذا لأنه في هدول إنه هي ليست سحرا وليست غامضة ولا علاقة لها بالعوامل الوراثية، فإذا إن ريادة الأعمال هي مبدأ، ومثل كل المبادئ يمكن تعلمها. بدي اياكم تقارنوا الشيء اللي عم بحكيه مع الركوب على الدراجة. أول مرة نحن وقت كنا صغار وتعلمنا الركوب على الدراجة أو السباحة أو حيلا شيء تاني، صح؟ يمكن أول مرة تعلمنا الركوب على الدراجة ما كنا نعرف وين بدنا نمسكها، ما بدنا نعرف شو بدنا نعمل بإجرينا، ما كنا نعرف كيف بدنا نمشي جالس وإلى آخره، ووقعنا كذا مرة. ولكن وقت تعلمنا الركوب على الدراجة صارت هذه بطلت شيء نحن عم نتعلمه، وصار شيء موجود عنا. حتى لو ضلينا من بعد ما تعلمنا، لو ضلينا 20 سنة ما ركبنا على الدراجة، عنا بعد 20 سنة رح نرجع نطلع على الدراجة ورح نعرف نركب عليها مزبوط. زيت الشيء لو أنا ضليتني 20 سنة ما سبحت، وفجأة رحت حتى أسبح، رح أعرف أسبح. فإذا هيدا الشغلة بتصير، خلص بتصير من مضموننا، بتصير من السيستم اللي عنا، وأول مرة بنتعلمها، أول مرة نتعلم إنه أنا أمشي لوحدي وقلي على وحدي، رح ضلني قلي على وحدي. أنا هلأ صار لي
يمكن شي 3 أو 4 سنين أو شي 2 3 بشتغل أنا رائدة أعمال وبشتغل على حسابي. أنا هلأ ما بقدر أشوف حالي قد ما كنا نجحنا أو إن شاء الله لا بس فشلنا، أوكي؟ ما بقدر أنا أتخيل حالي راجعة شركة مع موظفين وعلى الدوام وعلى كل هدول. خلص العقلية بتتغير، العقلية بتتغير وكل سيستم الشغل اللي عندكم بيتغير. أوكي، فإذا أسمع عم تقلي ليست التحديات ذاتها التي تخلق اليأس، بل الزاوية التي ينظر منها الناس إلى هذه التحديات هي التي تحدد يأسهم وآمالهم. صحيح أسمع 100%، هي بالنهاية التحدي هو تحدي، هو تشالنج، هو منه شيء لا عاطل ولا شيء منيح. في ناس بيشوفوه إنه هو شيء عاطل، في ناس بيشوفوه إنه هو شيء منيح. فإذا معك حق 100%، هي أنا من أي ناحية بدي أطلع على الشيء اللي بوجهي وكيف بدي أحله أو كيف بدي أهرب منه. هدير عم بتقول الشخص الريادي هو شخص عصامي، أعتقد هو شيء فطري بالأساس ومكتسب بنفس الوقت. فطري، فطري معقولة، ولكن منه فطري يعني بيخلق مع الإنسان من هو صغير. يعني أنت وقت تكون عمرك 2 و3 و4 و10 ما بتصور حدا منا بيقول أنا بدي أكون رائد أعمال، حتى يمكن ما بنعرف شو معناتها لريادة الأعمال. مظبوط؟ أوقات كثير بنقول أنا وقت أكبر بدي أصير بدي أسوق طيارة، ولا أنا وقت أكبر بدي أبني بنايات، ولا أنا بدي أكبر بدي أرسم فساتين وأصممها. بقولهم أنا هدول، بس كمان في كثير أوقات العالم بيقولوا أنا وقت أكبر بدي أعمل هالشيء وما بيعملوا له هذا الشيء اللي هن بيكونوا عم يحلموا فيه من هن وصغار. فإذا مفهوم ريادة الأعمال منا شيء بالفطرة نحن عنا إياه من وقت ما بنخلق، هذا شيء نتعلمه مع الوقت. وأوقات كتير الظروف بتحطك بوضع إنك أنت تختاري ريادة الأعمال، يمكن حتى لو أنت منك كنت أصلا مفكرة فيها. فإذا نحن هون رح ندعمكم بالشكل التالي، نحن إن كان أنا اللي رح كون معكم بكل المحاضرات، أو بوتنشل اللي رح تكون عم نحكي على نطاق أوسع من هذه المحاضرات. فإذا بالبرنامج أول شيء سنعطيك أفضل النصائح لتفادي الفشل، سنرشدك للتركيز على أهم نواحي الأفكار، لأنه مثل ما بتعرفوا نحن كرواد أعمال بيجينا 100 فكرة كل الوقت كل الوقت كل الوقت عم نفكر باشياء. فاذا كيف نقدر نرجع نعمل فوكس لهالافكار كلها ونركزها حول الافكار المهمه لحتى نضلنا مركزين على هالافكار المهمه. وسنعرفك على المستثمرين والشركاء والمرشدين، وهذا وقت نحن نعمل هيك اكيد انتم رح تزيد فرصكم بالنجاح. اوكي، فاذا سوسن عم تقلي العصامية ليست صحيحة لأن الإنسان يعيش في بيئة محيطة وهي تساعد الريادي كثيرا. الدعم يكون بشكل شخصي كل مشروع لوحده أم الدعم الشامل وعام؟ سوسن مظبوط، بس كمان أوقات في شغلة أو ما تنسى إنه في عندك أوقات البيئة اللي أنت بتكون عايشة فيها ما بتساعدك، بتكون بالعكس بتكون جاية ضدك. مع إنه وفي كتير عندك عالم بيكونوا هن قصدهم يساعدوك، بيكون هن بالنية حابين يساعدوك، ولكن هم بيجوا وبيتعارضوا مع اللي انت عم تعمليه. مثلا تعطيك سبب، تعطيك مثال كتير بسيط ومبسط اللي هو مثلا يمكن انا او حيالله حدا منكم اجيت انا خبرت لامي انه انا بدي اترك شغلي وبدي اروح على شغل تاني. اول شغله امي بتفكر فيها هي مش انا واحلامي وشو بدي اعمل والى اخره، اول شغله بتفكر فيها هي انه لا يا بنتي شو صاير عليك، انت هلا بشغلك عم تعملي اموال منيحه ومرتاحه والى اخره. فاذا اوقات العالم اللي حوالينا مش هي اكيد ما قصدها انه انا ما بدي اياني اعمل احلامي، ولكن هي قصدها انه تريحني. فاذا اوقات العالم اللي حوالينا من دون قصدهم بيتعارضوا مع اللي نحن عم نعمله، مش معناتها انه هن ما بدهم ايانا ننجح، ولا معناتها انه نحن اذا قالت لنا امنا لا يعني احنا ما بقى لازم نعمل هذا الشيء، امنا ولا زوجنا ولا مين ما كان يعني. اوكي، ولكن اوقات في كثير عالم غيرنا نحن بمجرد انه حدا يعطيهم ملاحظه على هذا الشيء، وبمجرد ما حدا يقول لهم لا يمكن اذا ضليتهم محل ما انتم احسن لكم يمكن بيقتنعوا منه.
مظبوط سوسن، التغيير يبدأ بالشخص نفسه، معك 100% حق. بس في العالم اللي بتحب تغير هن قليل للأسف، هن الأكثرية هي العالم اللي مبسوطة ومرتاحة محل ما هي وما بدها تغير شيء باللي موجود عندها. ولكن العالم اللي مثلنا نحن اللي موجودين هون هلا، ان كان انا عم بعطيكم محاضرة او انتم اللي عم تسمعوا هالمحاضرة، نحن كلنا ناس بدنا نغير، ولو ما كنا ناس بدنا نغير ما كنا موجودين هون بهذا البرنامج وعم نحكي عن هذا الموضوع. كثير حلو هذا المثل، المستقبل ملك أولئك الذين يؤمنون بجمال أحلامهم. أكيد مثل ما قالت سوسن، التغيير يبدأ بالشخص نفسه. حيال شخص بيشوف فرصة تغيير قدامه هو المستقبل له، لأنه هو الشخص اللي راح يحدد كيفية وماهية المستقبل اللي جاي لعنا. أوكي، للي كان عم بيقول لي، مين كان عم بيقول لي سوسن؟ سوسن أنت كنت عم تقولي لي إنه ما شفنا الصور رواد الأعمال كلهم أجانب غربيين. إذا نطلع على دكتورة حياة سندي اللي هي باحثة طبية ورائدة أعمال سعودية. الدكتورة سندي هي وقت راحت على لندن بأول التسعينات، راحت كانت أول شيء ما بتحكي إنجليزي، يعني شوفوا ما عم نحكي بس حتى على التحديات ولا مالية ولا شيء، تحديات بديهية وبدائية أكثر بكثير من هيك، اللي هي إنه ما بتقدر تحكي اللغة، كيف بدها تتواصل؟ فإذا كانت راحت لهونيك كانت بعد ما بتحكي اللغة، وكانت حتى منا أكيد إنه رح يكون عندها محل مكان بالجامعة لحتى تقدر تتعلم. فإذا شوفوا قديش اضطرت إنه تتخلى عن أشياء وتروح صوب اللي غير معروف والمبهم لحتى تقدر تحقق أحلامها. هلأ هي واحدة من أهم الأطباء وكل شيء بالبايوتكنيكال بالعالم، وهي كمان أسست مشروع Diagnostics for All اللي بيخلي إنه العالم يقدروا يشخصوا حالهم وينتبهوا لصحتهم بالعالم الغربي. هلأ رح نطلع على ثاني شقفة من برنامجنا الليلي واللي هو الابتكار. أول سؤال هو ماذا نعني بالابتكار؟ الابتكار ليس فكرة بس، هو فكرة وأكثر شوي، ولكن ليس فكرة بس، لأن الفكرة ما لها قيمة. الفكرة كفكرة قبل ما طالما هي براسنا ما لها قيمة. الفكرة بيصير لها قيمة وتنبلش نجسدها وتنبلش نحققها، ساعتها بصير لها قيمة، بس طالما هي براسنا ما لها قيمة كفكرة. يمكن نحن بيننا وبين حالنا بنعتبر إنه عندنا أفكار قيمة، ولكن هذه الأفكار اللي نحن بنعتبرها قيمة إذا ما جينا وطبقناها ما حدا غيرنا رح يشوف الاستفادة منها، حتى نحن ما رح نشوف الاستفادة منها. الابتكار تاني شغلة وكتير مهمة هو ليس الاختراع. الاختراع هو إنه نعمل شيء جديد، شيء ما كان موجود. كتير أوقات مظبوط هديل، الابتكار هو التطوير صح 100%. هو إنه ناخد فكرة أو ناخد منتج أو ناخد خدمة ونطوره، هذا هو الابتكار. فإذا فينا كتير أوقات نخترع أشياء ولكن ما حدا يستعملها، لأنه ما حدا بده إياها، لأنه ما بيعتبروا العالم إنه في إلها قيمة لإلهم، وخصوصي قيمة إنه هن لازم يدفعوا حقها ماديا. فإذا الاختراع هو تحويل المال إلى أفكار. شو يعني تحويل المال إلى أفكار؟ يعني أنا عندي مصاري وهت بلش اخترع أشياء، يعني بحط بستثمر، بجرب هون ما مش الحال برجع بستثمر شوي برجع يلا تقريبا رح نخلص هالاختراع وإلى آخره. أما الابتكار هو تحويل الأفكار إلى أرباح، واللي هو مثل ما حكيته
هديل وسوسن، مثل ما عم تحكوا هو انه انا لاقي تحسينات على منتج قائم، ما عم بخترع منتج جديد، عم حسن ويستعد الناس لدفع المال لك او لك مقابل هذا الابتكار. فاذا انا راح اشرح لكم اياها. اذا بناخذ الهاتف، بعطيكم مثل اللي هو مثل الهاتف. اول ما اخترع الهاتف من 100 سنه او اكثر، كان موجود بمحل بمكان معين، صح؟ كان انه تقدر احكي انا، لازم انا اسكت لحتى اللي بوجهي يقدر يحكي وبالمقابل ذات الشيء. بعدين وكنا كل ما بدنا نحكي على الهاتف بنقعد على الكرسي ونحكي على الهاتف، لانه ما قادرين نتنقل بالبيت مع الهاتف، صح؟ بعدين يمكن اجت شركه وقالت، او اجى حدا وقال طيب هذا الهاتف انا ليش ما بقدر انه احطه بطريقه انه اقدر انا وبالمطبخ اقدر اتكلم عليه، ليش انا لازم ضلني قاعده على هذا الكرسي لانه ما اقدر احمله بهالبيت لهالهاتف. بيقوموا بيخترعوا الكوردلس، صح؟ اللي بنسميه نحن هاندي. الهاندي بيجي بوقت صارت العالم تقدر هي والمرأة عم تشتغل بالبيت، هي وعم بتنين الأولاد، هي وقاعدة بغرفتها، هي وعم تحضر تلفزيون، فيها ترد على الهاتف. بعدين اجى تطور أكبر من هيك، اجوا قالوا طيب إذا أنا قادرة أتنقل فيه لهالهاتف، ليش ما بعمل شيء قادر أتنقل فيه أبعد من نطاق البيت؟ ليش ما بعمل شيء قادر أنا وأحكي أنا وعلى الطريق، أنا وبالسيارة، أنا وبعملي وإلى آخره. فإذا هون إجا تطور الموبايل فون أو الهاتف النقال، الهاتف الخلوي. فإذا بتشوفوا هون بعده المنتج هو ذاته. وأكيد هلأ إذا نطلع على اليوم كمان كيف صار استعمال الهاتف الخلوي، إجوا العالم قالوا طيب أوكي، طب ما هذا الشخص معه الهاتف الخلوي كل الوقت، ليش ما بخليه يقرأ البريد الإلكتروني عليه؟ ليش ما بخليه يتحدث مع العالم عليه؟ ليش ما بخليه إنه حط له فيه ضوء لحتى إذا الكهرباء مقطوعة يضوي قدامه؟ أوكي؟ فإذا إذا بتشوفوا المنتج مثل ما هو بكل تجريده، بعده هو ذاته، بعده الهاتف. ولكن الاختراع تبع هالتحسينات اللي زادت على الهاتف، هالأشياء الجديدة، وكل مرة واللي هي كمان كتير مهمة، يستعد الناس لدفع المال لك مقابل هذا الابتكار. مش بس عملنا ابتكار وغيرنا، كان الهاتف لونه أسود صار لونه أحمر، ما استفدنا بشيء، لا، كان الهاتف ثابت عملناه نقال. فإذا عملنا طريقة استعمال للمنتج جديدة سهلت حياة العالم، حلت مشكلة للعالم ما كان عندها مشكلة تدفع أموال مقابل هذا الابتكار. وضحت الفكرة؟ حبيتوا فكرة الهاتف؟ فإذا سوسن عم تسألني هل نجاح فكرتنا هو مدى اقتناع المستهلك بقيمة الفكرة؟ لكي هو بالمبدأ إيه، بس في شغلة هي إنه أوقات فكرتك بتكون كتير حديثة للمجتمع اللي إحنا فيه هلأ. يعني أوقات بيكون مثلاً الواحد بيكون عنده فكرة وبده انه يطبقها، ولكن المجتمع بعد منه مهيئ لحتى يتقبل هذه الفكره. فاوقات الفكره بتكون اليوم منا قادره تقنع العالم، ولكن بعد سنه بتصير العالم مهيئه اكثر، بتصير العالم يمكن شايفه شيء بيشبهها، بلشت تقتنع فيها، بلشت تحس بانها عايزتها اكثر واكثر. فاذا سوسن انت نجاح فكرتك هو مدى اقتناع المستهلك بالقيمه، وانه كمان ترد على حاجه عنده اياها المستهلك. يمكن انت اليوم تطلعي بفكره ما بترد على حاجه، عرفتي كيف علي؟ ولكن هونيك نهار يمكن فجاه يصير في حاجه بالمجتمع وفكرتك تكون بتجاوب هذه الحاجه. هلا السؤال هو وين فينا نبتكر؟ هل نبتكر المنتجات بس على نطاق المنتجات؟ أكيد لا، نحن فينا نبتكر على كذا محل من المجالات بالنسبة للمنتج. فإذا أنا وقت أعطيتكم المثل تبع الهاتف، صحيح أنه الهاتف هو منتج، ولكن استخدامه يعطيكم experience. هي experience كلها اللي أنا عم عيشها، هي راح أنا وقت أجي أنا وأقول أنه بدي مضطرة
اعمل مقابله او يمكن انا عندي موعد بس ماني قادره احضره، راح احضره انا وعم سوق السياره، انه انا اتسمع عليه بالسياره واقدر احكي مع العالم. فاذا هون انا بعدني عم بحكي اكيد عن المنتج كمنتج، ولكن انا عم بجي بحكي عن الاكسبيرينس او الخبره اللي هي المنتج. مظبوط سوسن، لازم تختاري الوقت المناسب. فاذا اكيد فينا نبتكر على نطاق المنتج، على نطاق الخدمات، نموذج العمل. يمكن انا بعمل ذات الشيء اللي بيعمله غيري، اللي بيعمله منافسيني، بس انا بعمله بطريقه احسن. مش معناته انا عم بعطي منتج غير، انا عم بعطي ذات المنتج، ولكن بدل مثلا انا اعطيه بطريقه اسرع. رح اعطيكم مثل على هذا الشيء. بتعرفوا اكيد المحلات اللي تيب زارا، زارا اذا بتطلعوا على زارا بيعطوا تيب مثل غيرهم. هو زيتها الكنز اللي تشتروها من عند زارا فيكم تشتروها من عند بنتات لمحل تاني، ولكن الابتكار اللي عمله زارا هو بنموذج العمل تبعوله. زارا بيجي كل 15 يوم او يمكن كل شهر ماكسيموم بغير لكم السيب اللي موجوده عنده. هذا الشيء اللي ولا مره قبل صار، صح؟ مع انه هن زيته المنتج بعده هو زيته، بس قبل كان عنا يا اما نشتري تيب للصيف وللخريف، للصيف وللربيع، ربيع وصيف، او نشتري تيب خريف شتاء بس. يعني كنا بالسنه نشوف مرتين كولكشنز جديد، صح؟ كل 6 اشهر. مع زارا صرنا نشوف كل 15 يوم اشياء جديده، او ماكسيموم كل 30 يوم. فاذا المنتج بعده هو زيته، هي طريقة العمل أو نموذج العمل أو تجربة العميل هي اللي بتتغير. بالنسبة لتجربة العميل، يا أهلا بيان. بالنسبة لتجربة العميل كمان رح أعطيكم إذا خلينا نطلع على ستاربكس. قبل كان عنا نحن شرب القهوة ما كان بهذه الطريقة، كان عنا شرب القهوة هو أنه أنا بروح عند ناس بشرب قهوة، أو بروح على مطعم بشرب قهوة من وراء الغداء تبعي، أو يمكن بعد الظهر بقعد بمطعم بشرب قهوتي. ولكن إجا ستاربكس اللي هو بطل بس مطعم، أو بطل أنا قاعدة لاني قاعدة بالبيت ولاني قاعدة بالمطعم، قاعدة بمطعم يشبه البيت، قاعدة بمطعم على كنبية بتريحني، عم بعمل شغلي أو قاعدة أنا وأصدقائي وعم بشرب قهوتي. فإذا تجربة العميل هي اللي بتتغير هون. كمان بعد المنتج هو ذاته، بعدنا عم نحكي عن القهوة، ولكن هي طريقة كيف أنا كعميل عم بتصرف مع هالمنتج اللي قدامي. كيف بتصير؟ عندكم حاجات المستخدم من ميل، القدرات التقنية لحتى أنا أقدر طور المنتج بطريقة جديدة، تطلع من وراها الفكرة. هذه الفكرة بتخلينا نطرح المشروع، وأول ما نطرح المشروع ويطبق ويتوافق عليه وقادر أنا أقلع المشروع، بيكون صار عندي الابتكار. هذا السؤال كمان لقلكم أنتو تقدروا تجاوبوا عليه بوقتكم وعندكم أنتو، اللي هي أي مشكلة يعانيها المستخدم أنتو عم بتحاولوا أنه تعالجوها، وكيف عم تبتكروا من كل ناحية بالنواحي الموجودة قدامكم، اللي هي المنتج، الخدمة، نموذج العمل، اختراق السوق، تجربة العميل أو نموذج التسعير. رح نطلع هلأ أكثر على وين بتلتقي صقل الموهبة، أو وين بتلتقي ريادة الأعمال والابتكار. مثل ما قلنا أول شيء، رائد الأعمال دائماً يبحث عن التغيير ويتواجب معه ويتجاوب معه. إذا ما بيشوف تغيير رائد الأعمال ما بيكون هو رائد أعمال. فإذا هذا التغيير اللي نحن دائماً بنكون عم نبحث عليه، ولحتى نقدر إنه نستعمل هذا التغيير، الابتكار هو الأدوات الخاصة اللي عنا اللي بنستعملها. أنا بجي بتطلع بقول إنه عندي هالهاتف بس فيه حسنه، وقال شو بكون عم غير اذا ما جيت طلعت على شو في قدامي وقلت هذا الشيء فيه حسنه، مزبوط؟ فاذا انا كيف بدي احسن؟ بدي ابتكر. الابتكار هو الاداه الخاصه التي يستخدمها رائد الاعمال لحتى يحول المصدر الى مورد.
كمان التأثير الأقصى شغلة كتير مهمة، إنه لازم دايما تطلعوا، وهذا كمان بيجاوب سوسن كمان على سؤالك، لازم تطلعوا على اتجاهات السوق. في أشياء بالسوق عم بتصير أو بالعالم عم بتصير اتجاهات، أو بنسميها بالإنجليزي ترندز، عم بتصير على نطاق كتير كبير، ولازم نحن دايما إنه نكون قادرين نلحق هذه الاتجاهات. فإذا لحتى يترك مشروعك أكبر تأثير ويحظى بأكبر فرص للنجاح، لازم يتوافق مع أهم الاتجاهات في السوق. رح نحكي شوي أكثر عن الاتجاهات هلأ بعد شوي. لازم تعرفوا أنه هذه الاتجاهات هي موجة، أوكي؟ يعني هذه الاتجاهات هي عادة موجة تطلع وتنزل، أوقات تطلع وبتطول كتير فوق، تطلع وتنزل تصير بسرعة. بس بكل الأحوال كلما كانت الموجة أعلى، كلما ارتقيت إلى مستويات ونجاحات، كلما ارتقيت أنت إلى مستويات ونجاحات أكبر. فإذا خلينا نشوف شو هي الاتجاهات السائدة اليوم بعالمنا هذا. أول شيء وأكيد أهم ما شيء، الاتجاهات التكنولوجية، لأن الاتجاهات التكنولوجية غيرت حياة العالم. قبل كنا أول شغلة بنعملها على بكرة وقت نوعها، أول شغلة بنعملها وقت نوعها يمكن نشرب مي، أو مندور التلفزيون، أو منقرأ الجريدة، أو منقعد مع بعض نعمل صبحية. هلأ ما بقى هيك. هلأ أول ما نفتح عيوننا، إن كان نحن أو الأجيال اللي من بعدنا، أول ما بنفتح عيوننا بنمسك الهاتف الخلوي، بنفتح فيسبوك وبنشوف شو عم بيصير بالعالم، أو بنشوف شو عم بيصير على الفيسبوك تبعنا. مزبوط؟ فإذا بتشوفوا كيف التكنولوجيا غيرت العالم تبعنا، كيف أثرت علينا بطريقة أنه نحن هلأ صرنا مش بس متعلقين بالتكنولوجيا، صرنا إذا كنا واقفين حيال محل، وإذا حتى إذا كنا واقفين ولا قاعدين في معنا عالم، تليفوننا حدنا وكل دقيقتين بدنا نطلع عليه لحتى نشوف إذا أجينا واتساب، ولا إذا حدا عملنا شيء على فيسبوك، ولا إذا حدا حكى معنا وإلى آخره. فإذا التكنولوجيا هو اتجاه كتير مهم، هو اتجاه أساسي بالأشياء اللي عم بتصير بالعالم. تاني اتجاه هو الاتجاه الاقتصادي. الاتجاهات الاقتصادية، إذا هلأ بنطلع نحن على العالم بنشوف إنه الباوندريز ولا الباريرز بين البلاد صارت شوي شوي عم بتخف. أنا ما عم أقول عم تختفي، ولكن عم بتخف. صار في اقتصاد حر أكثر، صار في العالم صارت بتسافر أكثر، العالم صارت الجلوبالايزيشن أو العالمية، يعني صار في عندكم اتجاهات عالمية. وقت بتفوتوا أنتوا، وقت بتروحوا بتقعدوا أنتوا بستاربكس اللي موجود بالكويت أو بالسعودية أو بالإمارات أو بلبنان، اوكي، انتوا بتعتبروا انه ستاربكس الموجود بالامارات هو او بمصر او حيال، لا، هذا ستاربكس ولا حد البيت هو بيفهم علي شو بده، ولكن هي بالنهايه ستاربكس هي شركه امريكيه. فاذا شركه امريكيه عم تتاقلم على الاقتصاد والاجتماع او المجتمع تبع بلد معين، فحتى تشوفوا هالاتجاهات الاقتصاديه اللي عم بتصير من حواليكم. الاتجاهات السياسيه اكيد ما حنحكي كثير عنها، ولكن مع الربيع العربي ومع كل شيء عم يتغير من الناحيه السياسيه بالعالم وببلادنا نحن كمان، اكثر شيء بتشوفوا انه في كثير اشياء، في كثير بلاد كثير تغيرت، في كثير بلاد يمكن للاسف صار فيها حروب، ولكن من بعد الحروب شأنها انه ترجع تعمر، ولكن وهون بيصير في كمان كثير opportunities او فرص لحتى نقدر نصلح على اساسها. اتجاهات ديموغرافية كمان مهمة جدا، لأنه الاتجاهات الديموغرافية بتخلي إنه نشوف أي عالم أو أي عمر هل أكثر شيء موجود خدمات. في كتير بلاد مثلا ما بقى كتير عم بيخلفوا أولاد، فإذا شوي وشوي صار العالم تبع هذا البلد صاروا اكبر بالعمر. فاذا هون هدول البلاد لازم يطلعوا على شو بدهم يعطوا خدمات لهذه الاعمار اللي عندهم اياها.
وأخيرا الاتجاهات الاجتماعية اللي هي كمان مؤثرة كثير بالاتجاهات التكنولوجية، وخصوصا مع شبكات التواصل الاجتماعي اللي غيرت لنا مفهومنا للاجتماعيات. كم علو الموجة التي تركبينها؟ فإذا كيف يستفيد مشروعك إلى أقصى حد من الاتجاهات التالية؟ كمان هيدا مثل تمرين صغير بتعملوه عندكم، أوكي؟ بتطلعوا على اللوجي الاقتصادي السياسي الديموغرافي والاجتماعي، وبتشوفوا كيف المشروع تبعكم عم يستفيد من هذه الاتجاهات. هون كمان كلما كانت مشكلة المستخدم التي عم تحاولوا أنكم تعالجوها أكبر، كل ما كانت المشكلة أكبر وكل ما كانت الموجة اللي عم تركبوها أعلى، كلما كان وقع نموذج عملك أكبر. أكيد، لأنه ماشيين على اتجاه كبير وعم بتحلوا مشكلة كبيرة، فإذا الوقع اللي رح يعملوا نموذج العمل تبعكم رح يكون كتير كبير. سحر الفريج هي رائدة أعمال سعودية كانت موجودة معنا ببرنامج تاني ببوتنشل، واللي بتعمله هي إنه عملت، هي رائدة أعمال مثل ما عم قلكم، وعملت المرأة المبدعة اللي هي بتفوتوا لعندها تشتروا أشياء ذو قيمة من أونلاين، يعني عبر الإنترنت. قررت إنه ما تستعمل، ما يكون عندها محل لتبيع فيه لحتى توفر على حالها أموال، اللي هي أموال أجار وإلى آخره، ويد عاملة. وتننهي هذه المحاضرة، بحب أنهي على الأفكار الختامية أو الفكرة الختامية التالية اللي هي كتير حلوة، وأنا أكيد أنه كلكم بتوافقون الرأي اللي كمان قاله توماس أديسون، كنا عم نحكي شوي عنه. يفوت معظم الناس الفرص لأنها ترتدي ثياب العمل، وهيدي هي المشكلة. المشكلة هي أنه الناس كلنا بيوصلنا فرص عمل كتير، وكلنا بيوصلنا فرص عمل وغير عمل، ولكن العالم محل ما بتعمل الفرق هي أنه العالم ما بتفهم أنه فرصة العمل بدها شغل، بدها عمل، بدها تعب. أنا أكيد أنه كلكم كرائدات أعمال تعبتوا جدا لتوصلوا محل ما أنتوا وصلتوا، وإذا بعدكم الشيء مبلشين رح تتعبوا بعد كمان. أكيد بنهاية المطاف بعد عمر طويل رح ترجعوا ترتاحوا، ولكن فرصة العمل موجودة، لازم نلقطها، بس مش بس لازم نلقطها، لازم نلقطها ولازم نشتغل عليها. فإذا يفوت معظم الناس الفرص لأنها ترتدي ثياب العمل. الناس ما بتعرف إنه لازم يشتغلوا ويشتغلوا كتير ليقدروا يحققوا اللي بدهم. أنا بشكركم على متابعتكم. هديل، أنا بشتغل إلي 3 سنوات بمجال ريادة الأعمال، والسنة هيدي بديت أحس بالنتيجة الفعلية من الآن. شفت كيف من التعب؟ أنا ذات الشيء. أنا كمان صار لي يمكن شي 3 سنين عم بشتغل بهذا الشيء، وبعدنا لهلا، بعدنا انا بلشت احس بالنتيجه مزبوط، بس بعده التعب هو ذاته. شكرا سوسن. شكرا للجميع. انا بس كان بدي اجاوبها يمكن ماريان كانت حطت لي قبل، بس خليني ارجع على السؤال لماريان. ماريان، انا بس عندي سؤال لك. وقت بتقول الناس يعني المستخدم، ولا الناس يعني الناس اللي حواليك المستثمرين والى اخره؟ شكرا شروق، رح اجاوبك على كل الاحوال بالفكرتين، لانه بالنهايه انت ما تنسى الشغله انه المستثمر، صحيح انه هو مستثمر، ولكن هو كمان معقول يكون مستخدم لفكرتك. فاذا اذا بنحكي عن المستخدمين، اذا ما مقتنعين بفكرتك، يعني لازم ترجع تطلع على فكرتك انت، لازم تطلع عليها مش حتى تغيريها، لازم تطلع عليها لتشوفي شو فيك بعد تحسني فيها، اوكي، لحتى ترجع تقنع العالم اللي حواليك او المستخدمين او المستثمرين. فاذا اللي بنصحك اياه تعمليه هو انه تعرضي فكرتك على ناس مقربين لإلك، ان كان اهلك ولا اصدقائك ولا زوجك ولا حيا لحدا مقرب لإلك، حدا بس يكون عنده كمان شويه خبره بالمجال،
وتطلبي منهم رأيهم بكل صراحة بهذه الفكرة. اسمعي آراء العالم اللي حواليك، شوفي هن شو بيقولوا لك، لأنه أوقات مثل ما كنت عم أقول، أوقات في عندك عالم بيقولوا لك شيء أنت ما كنت مفكرة فيه، وهذا الشيء بيساعدك على أنه تحسني بمجال من فكرتك، ما ضروري تحسني فكرتك كلها ولا ما ضروري تغيريها لفكرتك كلها، ولكن هذا الشيء بخليك انك تحسني بفكرتك لحتى تصير يتقبلوها او يقتنعوا فيها اكثر العالم اللي حواليك.